اتجوزت مرتك يا زهران ما تحطش الزواج اللي على وشها ده ولا القمصان الحمراء والخضر اللي لابساها دي ولما نبقى نفرح الفرحه الكبيره تبقى تعمل اللي هي عايزاه والله مزقتي قلبي يا اختي امال سيبيه كده سيبيه ما الرجالة زي بعضهم يحبوا ويسيبوا يا اختي ايه طب اتشخط فيها ليه ليه اتشخط فيها كده ناش ماما علاه ما نوتنيش غير قلت لك عندي اكزام مع العشرة بس 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 خفضي صوتك نجاح يا حاجة الله انت عمتك وحشني صح وراح البنطلون البيج تاعي ما حددتيش عرفتها يا ناما اش 24 مع لا تيلي كرهت مسكينة يا اختي قلبي عليك يا اختي يا كلب انت انت الله بتغير اخلاقاتك وتلبس سيبيه يا اختي وتيجي معايا دايما دايما فراخ وطعميه انت هتتكلم جد يا بوي جد الجد يا دكتور امال كده قلبك بلا كراحه تهب لي ولا ما بلش كل جهد يا بوي اسكت يا قوي اسكت مش تسكت ثلاث ايام بدات لي القفله شون قايم ماشي محدد انا كنت ندخل الخدمه انا العباد قاعد يبرخشوا غير انا اللي مكرفس الفكره ثانيه يخص عليك ثم الهضره يدخل منها تخرج منها اديها مبلغ مقنع كم ضيعت تفل الصبح ما شربش قهوه ما هو الطفله كيما نوتيهاش بكري هي راطات لي اكزام انا بشهد بالحق بلا لي بليش يا مراه ولكن زوجه بالمسلسل ولكن زوجه بيا امال كده يا لهوي جدعه 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 يا اختي جدعه الله بسم الله عليك مبروك عليكم بلدي مقله فيها مسلسل رشته اكيد نقي في القشور تاع القشور ماشي نقول بطاطا ماشي قشور ماشي بابوشي عباك بلي الحياه راهي مره هاي مره فتاه لكن بروشيا فتكات شوف فتكات يا بحينك تلفزيون انسان يشوف شويه اه ماشي نهار كامل وهي يتفرج ولكن حابه دوك نرميه من البالكون كيف سيبني يا خوي الله يدي مخلق امال قادة ايوه صباح الخير بابا صباح الخير وليدي انا جيت ما انا جيت اسم الله عليك يا اختي اسم الله اسم الله اسم الله يمك يمك ما تسمعكش يمك هي داخل المسلسل تحب تهضر مع يمك تدخل داخل التلفزيون تتجاوبك يمك هي مشغوله انا الادنى والانا الاعلى يكمن في ضروره استبدال الشخصيه ما توحشتيش ما توحشتيش بالك الكوزينه تقولي نروح نحط قدير الله الله عليها حي وديري فيها اميها وديري لنا كاش فطور ولا ما فيهاش كون داني امور مع المسلسل وباينه مكتوبه عليا ندير لاشان في الغيستو يما كون ما يتحوش على البلا يما انت تزيدي تحضري وعلاش ما تعاونيهاش في الشغل تنفضي معاها الفراش طيبي انا شو اليرجيك لا بوسيير ماما صح اليرجيك على بوسيير لا يا بني ما فيها سرطان حكيمه هي بالسرطان كونسير حكيمه لا يا خوي واش نمالها لا يا خوي يا هدره يا هدره هند بنت الباش مهندس حضره يا امك ما راحت فيها ما فيش في ايدي حاجه ثانيه ما كيش بعيد على دريت حسين ادخل صباح الخير سيد المدير صباح الخير يا ابو هلام واش ابو هلام هذا الروطار ماكش حاب تنحو انت ولا كيفاش الله غير نقول لك صح يا سيد المدير راني تسمى من مخي كاع مانيش مليح هاد اليامات ورا ما عندي شويه مشاكل في الدار بصح المشاكل اللي راهي عندي انا ماهيش عندك انت وهكذا وراني نجي في الوقت مع الرغم اني صاحب الشركه وانت راك تخدم هنا في الشركه وتجي روطار راه كل يوم يا سي بوعلام تجي روطار شتي المشكل اللي راه عندك الله غير بنادم يستحي لا يحكيه احكي احكي بوعلام احكي عندي المراه في الدار يا صاحبي بزاف قرات حياتي انا
24 ساعة على 24 ساعة وهي مبرونشية مع التلفزيون تشوف المسلسلات لي بيرسوناج تاع المسلسلات كاع تعرفهم، تعرفهم المشاكل تاعهم، تعرفهم حتى الأسماء تاع ولادهم وتعرفهم. وهم الهضرة الغنية تاع الجينيريك وصلت لدرجة ولات تهضر معايا باللغة ثانية تاع المسلسلات. كنت فين؟ رايح فين؟ يعني نقول لك صح والله راني كلمة رياح رياح سي بوالا رياح بارك الله فيك سي بوالا. على بالك علاش راني نضحك؟ بالك راك تضحك عليا سي المذيع. نضحك باسكو نفس المشكلة اللي راهي عندك راهي عندي. أنا أول ما نجي داخل الدار تقول لي مرتي كنت فين؟ اسمح لي استمتع. يعني نحكي لك في الواقع واش حكيت لي ترقنا. بعد نقول لها واش بك يا مرة؟ تقول لي لا أنت لازم تطلقني وتديني لماما. كيما أنا والله كيما أنا سيدي المدير. هي ما قالت ليش تعطلك. وبعد نقول لها واش بك يا مرة؟ تقول لي النهاردة أنا مش حتكلم معاك. واش بها المرة؟ بعد واش قالت لي؟ قالت لي احنا لازم نسافر بعد بكره اسكندريه. انا غير نهضر معاها تقول لي وبعدين هبلتني. جاب لي ربي راني لقيت الحل. نخليهم قاع ينساو المسلسلات. ان شاء الله. ها؟ بصح شرط يا ابو علم. اطلب اني هنا. لازم نتعاونوا. معاونه تغلب سبع سيد المدير. داكوردو؟ داكوردو. الله يا حلاوة يا حلاوة. اتكوفت اتكوفت الله. ايوه كده يا بنت. طلع عينها حبت عيني بعدين اتجوزها الحمد لله الله. وانتي يا عرشانة انتي موتي 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 كانتك نيلة. اهلا يا سي احمد انت جيت. على سلامتك بابا. الخير واش راك؟ واش راك بنتي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راك ديري انتيا؟ راني نغسل في الماعن. تغسلي في الماعن؟ ايه. والباك تاعك؟ انفان شويه كان. وي عندك الحق. تهنينا والله. يا سيدي راني نسمع في السكات. رحمه. تلفزيون طافي معناتها بدات تسقم الدار. بصح سي بيزار يماكم وراي ما كاش راهي عند الجاره. واش راهي دير عند الجاره حكيمه؟ جاره ليه غير كيما داروا باغابل. قالت لك هما عندهم بزاف لي شان ماشي كيما حنا. مسلسل زائد مسلسل زائد مسلسل ما نعرف كم يساوي. ما تزيدش فكرني بابا انا خلاص انا عييت منها. صباح ويتقابل في التلفزيون صباح العشيه نوكا ما نطيبش ما نغسلش الماعن ما نغسلش القش ما كاش كون يخدم. الله غالب ماما هذا الوقت لو راكي تراجعي. اي الله غالب ما عندي ما ندير خلاص نص نتايا ستابا عندي رونديفو مع صحابي لازم نروح له. باي. اروح نهضر معك تا اروح نسحقك. وكلا صحابك لبرا نسحقك اليوم. واش ندير هنا؟ ها قاعد بوت لنا تلفزيون نهار كومبلي. خلينا هذيك راهي سيدني ما بلا دراهم. كان هنا 24 على 24 ساعه تلفزيون تلفزيون. نقول لكم بصح يا ولادي انا هذه المعيشه ما تخرجش عليا. اي بابا دوكا واش نديرو؟ راهي عندي فكره. اروح يا ولدي فارد ادنى يا بنتي حكيمه. شوفوا انايا راني لقيت الحل. حل حل نفس المشكله اللي رانا عايشينها. بصح شرط تعاونوني. كاش مشكل كاش مشكل نعاونو. نروح نقول لك مفيش حاجة تيجي كده. اهدى حبيبي كده وارجع زي زمان. يا ابني اسمعني حد دلعني ياخد عيني كمان. حسيت روحي قدام تلفزيون. اش راكي ديري هنا؟ هاد القسم اش راكي في الجامعه؟ كليه؟ كليه ايه يام؟ بصي بقى الكليه دي للبشوات ما احنا ناس غلابه يام. وانا بنتي غلبانه عارفه ايه يعني غلبانه؟ يعني معموله للغسيل. وكمان ابويا مش عايز يديني فلوس ومواصلات. ولا ناوي ان شاء الله اروح على رجليا؟ شعر صاري ماني فاهمه وين وانا يا؟ وبعدين معك يام انت بالك النهارده صحيه كده مش على بعض. بصي بقى خدي لك كوباية شاي عشان تصحصحي شوية. يا نهار اسود يا نهار اسود يا سعدية. طب الارض بقت بخيلة
وانا نهار كله وانا بشتغل يا سعدية ما حصلت الا على الحاجات دول. حوجش اسرى لكم اليوم. يقرا لك ايه؟ بركة يا ما بركة يا ابويا. موري من وجهي دي فرح ولا ايه؟ ايه اللي قرا في ذا البيت؟ كوباية شاي انا تعبان يا سعدية. وينك يا غادية بالقفاوين؟ وانت نسيتي يا ما زي العادة. لا اله الا الله. يابا ايوه يا ضناي انا خلصت الجامع وتنيجيت. يعني انت عايز فلوس؟ خذ الشكر يابا 5 جنيه. يا عيني عليك يا ضناي. 5 جنيه شايفه يما وانا ما عنديش حق حتى في فلوس المواصلات. سعدية يابا العمدة جاي. العمدة؟ ايوه يابا. والعمدة عايز مني ايه؟ خش البيت يا حريم، ده كلام رجالة. انت كمان معاهم. اهلا وسهلا يا عمدة. اهلا وعليكم السلام ورحمة الله. البيت بيتك ومطرح مطرحك يا عمدة. بيتي ولا مطرحي زغلول؟ انا زعلان منك اوي. ليه؟ ما انت عارف حبيبي حقي يا زغلول، انا عايز حقي بس. بس انت عارف يا عمدة البير وغطاه. بير وغطاه وكلام ايه يا راجل؟ تصلي على النبي بلاش بلاوي. كل الفلاحين اللي بيشتغلوا معاك حبيبي عايزهم يرجعوا لي حقي واحد. ايش المعلم بتاعك هذا؟ حسبك العمدة يا السعدية يعني. من امتى الستات يدخلوا بين الرجالة يا زغلول؟ وري على وشي يا سعدية. كده تعجبني جدع وابن جدع. اسمع يا زغلول، كلمة واحدة مش اتنين. أنا عايز يوم الخميس حقي، آخر أجل. أنت فاهم ولا لا؟ صبر جميل يا عم. لا يا حبيبي، الكبير كبير والنص نص والصغير ما نعرفوش. يوم الخميس يا زغلول. مع السلامة. رحنا في 60 داهية يا سعدية. كنت فين يا ماما؟ كنت فين؟ تعبت من الشغل، لازم نجيب شغالة بتريحني وتريحك معايا. الله، بتبوسيني كده ليه؟ ورا باباك. بابا زمان وراجع البلدية. بلدية؟ مساء الخير يا ماما. بصي بقى، أنا ماشي النادي. نادي؟ أروح أروح أروح. نقعد. مش من نادي انا، فهموني وش كاين يعني، فاهمه والو. السلام عليكم جماعه. السلام بابا. كيف السلام بابا؟ ازيك يا سوسو؟ وحشتني قوي. الله يسلمك يا بنت يا سوسو، ربنا يسترها معاكي. ها زيكم؟ الحمد لله. كنت فين النهارده انت؟ انا ايوه كنت عند الجاره، كنت نزورها، كانت مريضه بصح على حساب شوف انا اللي نحل مردك. بصراحه انت تسيبي الاولاد لوحدهم وتسيب البيت لوحده وسوسن، ما انت عارفه يعني البكالوريوس، سيبهم لوحدهم وتروحي بقى. لا يا بابا، لا بكالوريوس ولا حاجه تانية. امال عايزه ايه؟ انا قررت اسجل نفسي في كليه الفنون الجميله. كليه الفنون الجميله؟ انت بتقولي ايه يا بت؟ يعني انا كان اعتقادي انك تجيبي احسن دكتوره في العالم، أحسن مهندسة، فنانة. يا بنتي أنت بتهزري ولا إيه؟ ليه كده يا بابا؟ أنا مش موافق يا سوسة. أنا كنت فكرانة إنك بتحبني. لا، الحب حاجة والأصول حاجة يا سوسة. بس يا بابا قلت لك مش موافق يعني مش موافق. قال الفن قال خساع الزمن ده. إله إلا الله إله إلا الله. ماما هكلمك في موضوع، أنا عايز أتجوز. ها؟ أتجوز. أتجوز؟ فات. شكون فات؟ بنت سعدية. شكون سعدية؟ مرات زغلول. شكون زغلول؟ زغلول جارنا. زغلول؟ جارنا اللي ساكن جنبنا هنا. يسكنوا في الدورة. مش فاهم. عايز أتجوز. بنته حلوة كده مسمسمة، عايز أتجوزها. مفيش عادي يعني. والله العظيم انا نلعبوا في مسلسل. ليه يا ماما؟ بتكلم معاك طبيعي عادي يعني.
يا فيها تقوس. شوف يا ابني، العيلة دي مش من مستوانا، لكن حفكر وأقول لأبوك. ماشي يا ماما، أنا ماشي النادي. ماشي النادي. تفضل. طيب، حاجة تحت الحساب يعني، مواصلات وتاكسي وخرجات ويعني نادي، وانت عارفة الشغل بقى. زي العادة يعني. زي العادة. عمرين الله. خد. كويسين. باي ماما. سبحان الله العظيم، ماني فاهمة والو. اهلا وسهلا يا عمدة. اهلا وسهلا. هلا، نورت الحتة يا عمدة. كويس، ازيك يا زغلول؟ والله الحمد لله، شرفتونا. الله يسلمك. مقدارك. قولي يا زغلول. ايوه. انت عارف انا جاي ليه النهاردة؟ بقول لك ايه يا عمدة، العين بصيرة واليد قصيرة يا عمدة، والله ما فيش مليم. يعني مفيش حاجة خالص كده ولا كده، مفيش. طب انت عارف الأحوال يا عمدة. خلاص، عندي اقتراح تاني يا زغلول. اللي هو ايه؟ هو الأرض يا حبيبي، بدل الفلوس وديني الأرض بتاعك. قلت ايه بقى؟ طب يا عمدة، ونحن نعيش من ايه؟ تعيش منين؟ دي حاجة تخصك يا زغلول. عندي اقتراح تالت يا حبيبي. اللي هو ايه؟ جوز بنتك لابني. شكري. قلت ايه بقى؟ ما تتكلم. اللي تشوفه يا عمدة. يعني يوم الخميس نكتب الكتاب يا زغلول. يوم الخميس هنكتب الكتاب. بركة الله. الشاي يا فاطم. حاضر يابا. انت ازاي؟ اللهم صل النبي، بقت ست. وبال الجواز مع ابني شكري. ايه؟ مالك يا زغلول؟ شوف ابنك يعني بس كده وكده يا الله. شباب يا زغلول. بقولك ايه يا عمدة، مش في بيتي. مش في بيتك بس يوم شباب. هنكتب الكتاب يوم الخميس. يعني ايه يوم الخميس؟ يعني هنجوز بنتنا لابنه على سنة الله ورسوله. فيها ايه يا سعدية؟ يعني انت موافق على الجوازة دي؟ يا سعدية يا سعدية، انت عاوزه يعني الارض يلهفوها ولا ايه؟ الله، يعني بدل الارض بنتي تصبح بضاعه؟ لا 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 يا اخوي، بنتي ما تتجوزش، وانا مش موافقه على الجواز. لا اله الا الله، محمد رسول الله. اسمعوا ده وبطلوا ده. اسم الله عليكي يا اختي، انا مش موافقه على الجوازه دي. ابني اسم الله عليه راجل ومل وهدومه، انا ما ناسبش عيله واطيه زي دي. انت سامع؟ والله قال يا جماعه، زمان بالوقت اللي احنا فيه النهارده الستات اتكلموا والرجاله ساكتين. ما تقول حاجه يا زغلول. عاوزني اقول ايه يا عمدي؟ خلاص خلاص، حبسوا نحبسوا اللعبة. مي ولات القضية في الزواج تاع بنتي ولات؟ خلاص، حتى هاد الحوايج نطلعهم وصاي. أكيد شير بالك يا حبيبتي، نحي هاد الحوايج. أوي يعني تلبسي كما كنتي بكري؟ نعم. ما تطرليش لاصقة في التلفزيون نهار كامل؟ ما نعاودش. هبلتينا يا مرا، ها عليك ليس. ولي شوي لعقلك، حدي حوايج ولادك، طيبي طياب في الوقت، طلي لاصقة في التلفزيون، طلي لاصقة. مسلسلات نهار كامل انت مع المسلسلات، فرحينا كما كنتي زمان في اليوم مثل الاولين. طيب لنا شويه عصبان، طيب لنا تختوخه، طيب لنا المثوم. ها حاضر. ولي والله والله ندير لك طعيبه، ونعرفك تبغي اللوبيا شويه شخشوخه. بلا هكذا ان شاء الله نوعدك بلي نعاود نوليو كما كنا بكري. نوعدك انا تاني. ماما اتجوز بعدين نرجع على طبيعتنا. شوفي الوالد يخيبك. والو، انا تاني مانيش قابله هاد الزواج وهاد الشيء، يصرى غير في المسلسلات. انا خلاص ما نلعبش. اما لا هكذا تهلاي فينا وما تبقايش تتفرجي من الصباح لليل. شوف غير شويه مطلع في داري بزاف. ولي والله والله. برافو كده تعجبني يا زغلول، عملنا حاجة ما تعملتش خالص. زغلول ولا أبو علام؟ أبو علام. خليها زغلول ولا أبو علام؟ أبو علام. عشان خاطرك خليها أبو علام. طب أقول لك إيه يا عمدي؟ ريع أبو علام ريع. على بالك والله العظيم راني أسعد إنسان اليوم، راني مليح. إلا ولا أنت راك تجي في الوقت، ثانية بنتي راهي تقرا باش تجيب الباك، ولدي والمراه نقصت يا خويا المسلسلات، راهي لا هي بشغل تاع الدار برك. نقول لك صح،
راني فرحان كي نسانا عاودوا ولاو كيما كانوا. بصح انا نقول لك حتى القرجومه تاعي ولا تحرق. علاش؟ شوف بالام غدوه راك معروض عندي. الله بزاف عليك يا مولاي. اللي خاطري غدوه راك معروض عندي العشاء باش تجي تعشى عندي. اه ان شاء الله. والله داكوردو داكوردو. انت يا سي بوعلام عمرك بتبدل. الله واش نقول لك، الله ينورك على هذا العرض سي احمد. ما تقول ليش سي احمد، بارك انت اخويا ودار دارك يا راجل. الله يسلمك. alors tu es prête pour la conversation celle que tu voulais avoir avec moi.